قصص الجن المسلم ومساعدتهم للبشر قصص نادرة جدا وما تتحصل بالسهل. اليوم أنقل لكم تجربة الشخص عماني يلقى مسجد بداخل الصحراء بوقت متأخر تقريبا من الليل ويدخل يصلي بهذا المسجد، ويطلع أنه المسجد هذا مسكون بالجن المسلم، أو نقدر نقول العمار صلوا صلاة وتعتبر هذه الصلاة صلاة قيام الليل. شنو اللي صار ويا مالك وشنو اللي حدث راح تعرفونه بعد الانترو. اذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي بقصتنا. يقول مالك: أنا إنسان عادي ملتزم دينيا والحمد لله والشكر، يعني ما عندي خرابيط منا ومنا، وما عندي سوالف اللي سووه الشباب حتى إذا كانت عادية. المهم بيوم من الأيام والدتي تمرضت واضطرنا نجيب أختي تعتني بيها، لأن أنا ما عندي غير أخت وحدة وعندي أخ متزوج وبعيد جدا علينا. المهم جت أختي واعتنت بوالدتي 15 يوم ووالدتي صارت بخير. والدتي عندها ألم بظهرها، وهذا الألم أحيانا يخليها تنام بالفراش وما تقدر تتحرك وتحتاج أنه أحد يساعدها، وكانت تستحي من عندي بقضاء حاجتها، يعني ما أقدر أسوي لها شيء، فتجي أختي تعتني بيها المتزوجة. المهم بعد ما صارت والدتي زينة طلبت من عندي أختي أنه أوديها البيت زوجها، وكان علينا بذاك الوقت فترة رمضان. صعدت بالسيارة واخذت أختي رحت أوديها، الطريق شوية طويل. المهم بعدها رجعت، لكن يوم اللي رجعت الظهر وأنا جاي أمشي وماسك خط اتفاجأت بوجود سيارة موجودة على جانب الطريق، وهذه السيارة كانت يعني مرفوع غطاء المحرك مالتها. احنا بشهر خير وشهر رمضان والمفروض واحد يساعد الثاني، والرجل هذا سيارته متعطلة، لكن أنا ما كنت أشوف أي أحد. بعد ما وصلت عند السيارة خففت سرعتي وما نزلت، فبديت أطالع ما كان أكو بيها أحد، السيارة فاضية وغطاء محركها مرفوع. بعد ما عدت السيارة شوية اتفاجأت أكو شخص بداخلها تحرك، فقلت احتمال صايم وبسبب الدرجة مال الحرارة العالية نايم لي ورا. فرجعت مباشرة. يوم اللي رجعت تفاجأت بوجود مرة فقط. نزلت وأديت لها تحية السلام وقلت لها محتاجة مساعدة، قالت مثل ما جاي يشوف السيارة طفت عدي بهذا المكان وأنا ما أعرف شو أسوي، وأنا نمت بداخلها. المرة كان شكلها نوعا ما مخربط وما مرتبة زيادة، وعدها سيارة عالية قديمة، فحاولت أشغل سيارتها وقلت لها مع الأسف لازم تروح المركز صيانة ما راح أعرف بيه. فالمرة كانت يعني خايفة مرعوبة، فيوم اللي طالعت بيها فعلا كانت محتاجة مساعدة، فقلت لها أنت وين بيتك خلي أوديك، يعني ما معقولة راح تظلين بهذا الشارع وأكيد أنت صايمة. هزت رأسها وقالت الحمد لله بس أني بيتي بداخل الصحراء. قلت لها شون؟ قالت بالداخل، أنا عندي بيت مال شعر وعندي 3 أولاد وكلهم صغار، أكبر واحد بيهم عمره تقريبا بحدود 15 سنة، وعفته يم أخوانه، وأنا عندي شغلات رحت سويتهن ورجعت وشوفت عينك السيارة عطلت بي هنا وما أقدر أدخل. فقلت لها خلاص أنا أوديك. قالت وسيارتي؟ قلت لها أنا أعرف من اللي يساعدك. طلعت جوالي ودزيت رسالة لأحد أصدقائي وقلت له كمارة كذا وكذا محتاجة مساعدة وسيارته أقدر أدزلك موقع السيارة تجي تسحبها. فقال تمام بس وين أوديها؟ قلت له أوديها لأي مركز مال صيانة، أنا حابة أساعد هذه المرة. طبعا هي ما كانت تعرف الحديث اللي دار. المهم أخذت المفتاح مال السيارة وبدت هي تنقل بغراض حاطتهم بسيارتي، وضميت له المفتاح بمكان، قلت له تلقى كذا وكذا وتلقى المفتاح أخذ السيارة وروح. فعلا مشيت أنا وياها وعفت السيارة مالتها بالمكان، وبدينا نمشي ونتعمق بالصحراء. احنا نمشي ونمشي تقريبا يعني دخلنا بوقت العصر، وبعدين دخلنا بوقت المغرب، لكن بهالأثناء أنا شفت بناية بعيدة بالصحراء فتفاجأت، فسألتها وقلت لها هذه البناية شنو؟ قالت هذا مسجد. قلت لها مسجد بالصحراء؟
قالت إيه من زمان سوت الدولة للناس البدو الرحل القريبين. المهم بعدها وصلنا، يوم اللي وصلت للخيمة عدها قالت خلاص راح يصير وقت الفطور ولا تمشي وتروح، أفطر يمي وبعدها أخذ سيارتك وتوكل. فقلت فعلا أفطر يمها وهذا عين الصواب. وبعدين قالت هذا صار وقت الآذان، طبعا ما سمعت صوت للآذان نهائيا. ومع العلم بينها وبين هذا المسجد مسافة ما أقولكم قريبة، لكن احتمال ينسمع لأن هذا صحراء والصحراء أرض مفتوحة والصوت العالي ينسمع به. بعدين قلت لها أنت شلون هنا الصومين وشلون تفطرين وليش ما طلعت للمدينة؟ مع العلم لقيت عدها حلال. قالت أنا متعلمة على هذه العيشة وما راح أقدر أعيش بالمدينة. المهم بعدين قالت إحنا ما نسمع صوت لكن أنا متعلمة وأعرف الوقت. بعد ما فطرنا سألتني سؤال خلتني أخاف وارتعب، قالت أنت تؤمن بوجود الجن؟ مع العلم السؤال مالتها ما أجا من كلام بيني وبينها، يعني شون اثنين جاي يتكلمون على موضوع معين وفجأة واحد يتكلم أو يسأل سؤال غريب جدا. فيوم اللي سألتني قلت لها وانت ليش تسألين هذا السؤال؟ قالت لا بس أنا صار لي موقف قبل لا تجي أنت. قالت جت سيارة تمشي وسمعت صوت بإذاني وشوشني ويقول لي أصعدي بالسيارة وتخبي لا تنزلين. قلت لها يجوز مجرد صوت وانت انطيتي أهمية زيادة. قالت لا مو انعاد علي مرة ثانية، يوم اللي شفت سيارتك جاية من بعيد رحت وتخبيت مرة ثانية لي ورا بالسيارة خايفة يعني بطريق وحدي واني مرة ما عندي أحد. بعدين سمعت صوتي يقول لي اطلعي هو هذا اللي راح يساعدك. فكانت المرة متأكدة واحنا بشهر رمضان والسؤال مالتها هم الجن يتقيدون لو لا؟ فقلت لها لا هم الشياطين اللي يتقيدون، هذا اللي انذكر والله أعلم، بس الحمد لله على سلامتك أنا صرت بالطريق وساعدتك وأكيد مو أنا اللي ساعدتك، رب العالمين جعلني بطريقك. بعدها قمت وصعدت سيارتي وبديت أمشي. مشيت مسافة، بعد ما مشيت مسافة السيارة مثل اللي صارت بيها خربطة، والصراحة خفت يوم اللي ذكرت الكلام عن الجن. بعدين سمعت صوتي طمني من داخل سيارتي قال راح تروح وماكو شيء وما بيق غير العافية. سمعت هذا الصوت وكملت طريقي. يوم اللي وصلت لوالدتي تفاجأت وقالت انت طالع من وقت وشبكة ما كانت عندك، انت وين كنت وين فطرت؟ فقلت لها صار موقف كذا وكذا ودخلت للصحراء وساعدت مرة. انسد الموضوع ووراها بيومين كملت السيارة مال هذه المرة، لكن المرة لا اقدر اتصل بيها ولا عندها جوال، يعني ولا اخذت رقم جوالها، ما اعرف شلون الامور صارت بسرعة. وكنت اريد اخذ وياي شخص يساعدني يعني اخذ سيارتها نوديها لكن ماكو احد. اضطريت اصعد سيارتي واروح عليها من الصبح. يوم اللي رحت قالت اني ما اقدر اروح باي وقت، اليوم اقدر اروح وياك لكن ما اقدر هسه مباشرة، مثل ما جاي تشوف انا عندي حلال، اجلس بالخيمة او اذا تحب نام وقفة بين ما اكمل شغلي ونروح نجيب السيارة. وفعلا جلست بالخيمة جالس وحدي يمي أطفال اثنين أضحك وياهم الشاقة. فجأة وكان أحس إنه واحد لمسني من كتفي، التفتت ما لقيت أي أحد والصراحة شعر بدني، يعني كان الصبح أو نهار ويصير هيك شيء وانت متأكد أكيد راح ترتعب. بعدين قلت احتمال الخيمة يعني هوا ضربها وطخت بكتفي وعديتها وعبرتها. مع العلم اللمسة اللي كانت ايده ومسكتني، يعني مسكت من كتفي وحسيت يعني والشعور كان صادق، بس قلت ما انطي الموضوع اكبر من حجمه. المهم جت علي المرة وقالت يلا نروح نجيب السيارة. صعدت وياي وبدينا نمشي لغاية ما وصلت المكان اللي بي سيارتها. وبعدين قالت اني احاسب، وصارت مشكلة بيني وبينها لان انا كنت مقرر انا اللي اصلح سيارتها وما كان الموضوع مكلف. المهم دفعت الفلوس وهي مشت. في يوم اللي مشت وصلنا مفترق طرق وقفت ونزلت من السيارة فوقفت. قلت لها ها محتاجة شي؟ قالت ايه تيجي وياي غصبا ما عليك اليوم تفطر عندي. فقلت لها مواني ووالدتي كذا كذا ما ادري شنو تعاي انت افطر عندي. قالت انا ما اقدر ومثل ما تعرف انت انا عفت اولاد وكذا. المهم ظلت تلح وخلتني اروح وياها للصحراء. بعد ما اتصلت بوالدتي وقلت لها اليوم ما اقدر افطر عندك.
وفعلا رحت. المرة هذه كانت كبيرة بالعمر، يعني ما أقول لكم مرة صغيرة، لا لا كبيرة بالعمر. المهم بعد ما رحت وياها وجلست وجا الوقت مال الفطور، حضرت لنا فطور، وفعلا الناس الفقراء والبسطاء الأكل يمهم إلى نكهة ثانية. بعد ما أكلت وكملت عدت يعني ساعات، وكانت تقول يلا إذا تريد هسه تروح روح وخذ راحتك. الكلام كان تقريبا على الساعة 8، صعد سيارتي وبديت أمشي. فجأة حسيت بدوخة مفاجئة، وقفت السيارة وراسي بدأ يفتل بي، وبديت أشوف قدامي ناس مثل اللي يتنقلون. أفرك عيوني وارجع وتعود من الشيطان، لكن فعلا هذول كانوا ناس. المهم رديت شغلت السيارة وريد أمشي، والسيارة كانت ما ترضى تشتغل، ورجعت أمور طبيعية والدوخة راحت من عندي، لكن ما أعرف شنو اللي حدث ذيك السنة. وبديت أطالع السيارة ليش ما تشتغل، حاولت أشغل بيها ما اشتغلت. بعدين يوم اللي طالعت أكو حاجة بعيدة عني إلها إضاءة بس ما جاي أشوفها بالكامل. ظليت جالس وانتظر، حاولت أتصل بأحد لكن ماكو شبكة، والسيارة ش ما جاني وحاول بيها ما جاي ترضى تشتغل. وتقريبا على الساعة 12 واسمع صوت قرآن تلاوة، شخص جاي يقرأ قرآن، والأمر كان غريب. أنا بداخل أرض مفتوحة وصحراء يعني بر، من اللي جاي يقرأ قرآن؟ وشنو هذا الصوت الغريب؟ وليش بالصحراء؟ وليش أنا ما سمعت أبد إلا بهذا الوقت المتأخر؟ طبعا قلت خلي أتبع الصوت أحسن من ما أظل جالس وحدي، وصرت أتمشي. والصوت كان مقابل الضوء اللي قلت لكم عليه، كان غريب وبعيد. وأنا جاي أمشي تذكرت أنا ماشي باتجاه المسجد أو الجامع اللي قلت لكم به. وبعد ما وصلت لقيت بي إضاءة خفيفة جدا، وهذا النور اللي كان طالع ما أعرف شنو، الإضاءة خفيفة جدا برا عند الباب، يعني يا دوب ضوء واحد. بعد ما تقربت لهناك الجوال كان بإيدي، شغلت الكشاف وبديت أتمشى وأتمشى. وصلت عند الباب ودخلت لي جوا. أول ما دخلت رحت للمكان اللي يتوضون بي، تانكيات مال المي فاضية، صوت البواري يعني صوت غريب، لكن الناس أكو جوا ناس جاي تصلي. أفتح المي ماكو مي. بعدين سمعت واحد يقول لي روح على خيرها بيها مي. التفتت ماكو أي أحد، قمت من مكاني ورحت على الحنفية الأخيرة وبديت أتوضأ. بعد ما توضيت واحد قال لي طفي جوالك أنت بالمسجد، ما يصير تظل مشغلة. سمعت الكلام وطفيت الجوال، وبعد ما طفيت الجوال المكان صار أظلم. دخلت بالمسجد كنت أشوف ناس وجوههم ملامحهم ما كانت مبينة، مجرد خيالات مال أشخاص لابسين أبيض وكانوا يصلون. وأنا جاي أمشي وتنقل بين الناس أريد مكان أوقف بيه، طبعا ما كنت أشوفهم عدل، وما حسيت غير واحد يمسك إيدي، إيده باردة ثلج وقوية أعصابه، وإيده من الداخل ما كانت حشة أو لينة، كانت قوية كأنها صخرة، وسحبني ووقفني بصفه وجهر بصوته ووقف تاني مباشرة. وبديت أصلي، نصلي ونسلم نصلي ونسلم، ما أشوف أي أحد والدنيا ظلمة، لكن كل ساعة اشتم ريحة يعني طيبة جدا، ريحة وعطر مثل عطر المسك وشوية أقوى، تارس المكان، والمكان بارد نوعا ما، يعني تحس أنه أنت منتعش بهذا المكان. ونصلي ونصلي، المهم شوية ورا ما سجدت اختفى الصوت، ما أعرف ورش قد، يعني انتظرت أنه أحد يرفع راسه لازم يقول الله أكبر، لكن الإمام اللي كان يصلي بينا ما أعرف وين راح. وصار هدوء بالمكان، واللي كنت طاخ بيهم بالأجناب ما موجودين، كأنه صفيت وحدي. وبعدها اضطريت أنا أقول الله أكبر وكملت صلاتي وسلمت. بعد ما سلمت بديت أطالع ماكو أي أحد، طلعت الجوال من جيبي وشغلته بديت أضوي، ماكو أي أحد داخل المسجد بس أنا وحدي. الأمر كان غريب جدا وصادم ومرعب إلي، فقمت أريد يعني أمشي على أقدامي ما أدرش بيه، صرت أرجف وخايف. ومرة واحدة شعرت أكحد وراي، حطيت الإضاءة علي ولقيت شخص شايل بإيده أكل وشايل تمر وشايل لبن وشايل مي، وقال خلص شوية ويصير وقت الإمساك، أقعد أكل وكل شي راح تفتهم. ونزل ضوء جوالك من عيني، الضوء قوي وأنا ما أحب الإضاءة،
نزلت الأضاءة وأخذتهم من نيده. كنت جوعان، جلست على الأرض وبديت أكل بدون أي وعي، لأن عقلي كان يم الموضوع اللي صار. وبعد ما كملت أكلي إجا شخص ورفع من قدامي وراح. المسجد ما بي أي أحد، لكن أنا كنت مهمن أنه هذا مسجد وتقام به صلاة، يعني حتى إذا كانوا جن فذولا من الجن المسلم ومستحيل راح يأذوني. شوية وكان أشوف كمية مع الناس ترسوا المكان، ما فاتوا من الباب. فجأة شفتهم قدامي وسمعت صوت مال أذان مو طبيعي. القراءة مال القرآن كانت غريبة، القراءة مال القرآن كان مال شخص خاشع، يعني البكاء مالته كان مو طبيعي. اتخيلوا احيانا ما اعرف الجاي يقول بسبب انه هو جايبك، والموجودين كذلك. وانا واقف بيناتهم، كانوا كلهم اطول مني، وداركت الموقف اللي انا بي، وعرفت ان كل الكائنات اللي موجودة ما كانت بشرية، كلهم من الجن. لان باختصار شديد انا بداخل الصحراء، حتى اذا كانوا من البدو سياراتهم وين؟ هذا المسجد للبدو فقط بداخل الصحراء، يعني ما راح يجي ابو المدينة يصعد سيارته ويدخل، واذا صعد سيارته هي سيارته وين؟ يعني قابل مضمومة. انا اجيت وحدي واتمشى على اقدامي، ما شفت لا اثر السيارة ولا شفت اثر لاي شخص. ويوم اللي دخلت ما لقيت حتى مي، والصوت مال الحنفيات او البواري او الصنابير مال المي كانت مبينة فاضية من زمن. شايفين التانكيات مال المي لما يصير بيها ضغط وهي فاضية، لما تفتح يبدي صفر ويطلع أصوات غريبة. المهم صليت وياهم صلاة الفجر جماعة، وبعد ما سلمت فجأة المكان صار أظلم كحل، يعني قمت ما أشوف الخيالات البيض أو الأشخاص اللي كانوا لابسين أبيض وأشوف انعكاسهم اختفوا من قدامي. كنت منبهر وخايف ومرعوب وبنفس الوقت مطمئن، وما حسيت غير واحد يجلس بصفي ويقول لي لا تحتار ولا تسوي شيء، احنا نحبك واحنا اللي استدعيناك، انت ما تعرف اللي صار شنو، لكن انت ساعدت هذه المرة المسكينة واحنا كنا موجودين، واحنا اليوم جايين نشكرك لا اكثر، وانت من هاي اللحظة راح تكون صديق. ان سألته وقلت له انت منو؟ قال احنا عمار هذا المكان، احنا الجن المسلم اللي موجودين بهذا المسجد، واحنا قبيلة كاملة نسكن هنا حوالين المسجد، لا تخاف ولا ترتعب، اليوم انت قضيت صلاتك ويانا ويا ريت تلتزم به ولا تتهاون عنه، واحنا نعرفك ونعرف سيرتك الطيبة. المهم ظليت انا ساكت، يعني اكيد جن راح يعرفون عنك كل هذه التفاصيل. فقلت لهم ليش انتم ما ساعدتوا المرة؟ قالوا احنا مو بالضرورة نساعد، اجيت انت وساعد المرة، لو ظل وحدها لازم رب العالمين يسخر لها أحد، حتى ذا مو إحنا راح يسخر غيرنا وهو سيارات مرة من هناك، لكن إحنا اختارنا الشخص المناسب يساعد هذه المرة. فقلت لهم سيارتي، قالوا سيارتك ما بيها شيء، يطلع عليك الصبح نام هنا، ويطلع عليك الصبح وراح تاخذ سيارتك وتروح منا بدون أي ضرر. طبعا بديت أسأل بي عدة أسئلة، انتم من شو وقت هنا؟ من اللي يصلي بهذا المسجد؟ قالوا المسجد بالبداية كان مسجد غير مهجور، واول ما انبنى احنا كنا قريبين وفرحنا انه صار مسجد، وبعدها الناس صارت تتردد وكنا فرحانين بهذا المنظر بشكل يومي، يعني الناس كانوا يجون يصلون البدو حوالين المنطقة. وبعد ما جفت الموارد اللي موجودة هنا انتقلوا البدو وبدوا يتقلصون، وبدوا بيهم يعني يفلشون خيمهم ويروحون للمدينة، والمكان انهجر من فترة وما حد جاي يدخل إليه ويصلي، نادرا ما يجون ثلاثة أربعة بصلاة الجمعة يصلون بالمكان، لأن أغلبهم يسوون تجمعات بداخل الصحراء وأكيد راح يقيمون الصلاة الظهر. فظل المكان مهجور وإحنا اللي جالسين بيه وإحنا اللي نقيم بيه الصلاة. رغم الطمأنينة اللي كانت عندي والشعور اللي كان مريح، لكن بنفس الوقت انت جاي تحكي ويا كائن ما موجود، واحتمال هذا يكون حلم. من قلت ما موجود مو معناته جاي ينفي وجوده، انه ما موجود وغير مرئي، وانا قدامي شخص جاي يتكلم، يعني شلون ما راح تضبط؟ فسألته، قال انت مو تعرف وعندك ايمان بوجود الجن؟ قلت له ايه انا عندي بوجود الجن، لكن مو هيك، انا اعرف انه الجن
ما يظهرون، يعني شلون راح يظهرون الجن ورب العالمين قال ما يظهرون؟ قال نعم احنا ما نظهر لكن احنا نتشكل، واذا انت هسه تركز بوجوهنا راح تعرف اللي يقصده. احنا نظهر باشكال مال اشخاص انت شايفهم او انت ما شايفهم. المهم كمل كلامه وبعدين قال اخذ راحتك، نام هنا ايش كم ساعة يطلع عليك الصبح وراح تقعد براحتك. وفعلا اول ما طلع علي الصبح فتحت عيوني، المسجد مبين مهجور وبيه تراب ورمال ومن زمن ما حد مصلي بي. قمت اتمشى طلعت الباب الخارجية وتفاجأت بوجود السيارة موجودة بالباب مال المسجد، يعني انتقلت من مكانها وجدتي. ظليت واقف وافكر هو الجن يقدر ينقل حاجة؟ وبعدين اتذكرت قصتهم بالقرآن لما رادوا ينقلون عريش بلقيس، وقلت مو بعيد عليهم الجن يقدرون يسوون هذا الشيء. ظليت اضحك وحمدت رب العالمين ورجعت للبيت اتمشى. لكن قبل لا اطلع من الصحراء اعترض طريقي شخص رفع ايده لي وعبالي محتاج مساعده. وقفت تكلمت وياه قال نسينا نقول لك لا تتكلم الواحد عن الموضوع وخلي الموضوع بيناتنا واحنا راح نظل اصدقاء. بالبدايه قلت له عمي انا مو عارفك، طبعا كان ملثم وجهه وبس عيونه وقلت هاي من الحراره يعني مغطى وجهه. فقال احنا البارحه اللي انت صليت ويانا والرجل اخذ سبيله ودخل للصحراء يمشي، مشى مسافه وانا طالع بيه، فجاه الشخص هذا شايفين السراب مثل السراب بدا يتلاشى يختفي يتحرك بصوره غريبه واختفى من قدامي. كملت طريقي وما حكيت لاي احد. والدتي كانت خايفه علي، سالتني قلت لها ما صار شيء، عديت ونمت بالصحراء، السياره ماتي وما قدرت اكذب عليها، قلت لها ما اعرف شنو اللي صار لكن غفيت. المهم والدتي ظلت تسأل عدة أسئلة لكن ما قدرت أجاوبها لأن هم قالوا لا تتكلم. وظلت تقريبا كل يومين أروح إلهم للمسجد أصلي وياهم أدخل للمسجد ما ألقى أحد، ومجرد أنه أنا وقف أصلي بهالمسجد هذا أسمع أصوات بعدين ين من المكان ناس. ظلت فترة أروح وأرجع لغاية ما أجى العيد وعيدت وكمل العيد وتركت المسجد ذاك وصرت ما أروح. عد علي 15 يوم وأنا نايم وشعرت حاجة قريبة من عندي، وشعرت يعني كأنه شخص جالس على السرير. فتحت عيوني ولقيت شخص غريب ما أعرفه. قال ليش هجرت المكان وإحنا اتفقنا نظل أصدقاء، ليش ما أجيت صليت بعد؟ بعدين فتحت عيوني لقيت حلم بداخل حلم وعرفت أن الجن هذه رسالة من عندهم أروح أصلي. ورح صليت صلاة العشاء بالمكان ذاك، ماك أحد صلى وياي وقعدت ساعة كاملة ما لقيت أي أحد. وبعدين سمعت حركة برا، طلعت لقيت أشخاص واقفين بدأوا يطالعون بي وقالوا أنت صليت بوقت متأخر، الصلاة عدت من زمن وإحنا جينا عليك. كانت ملامحهم غريبة لكن شكلهم مريح، بس يعني ملامحهم كبيرة وجوههم بيها حاجة غريبة، لكن هم ذول الجن لما يشكلون. بعدين قلت لهم انتوا جيتوا علي بالمنام وعاتبتوني عتب. ظل واحد يطالع بوجه الثاني ويبتسم. بعدين صعدت سيارتي وتركتهم وصرت اتردد بين فترة وفترة، وصارت احلامي ما تخليني انام، مو مرعبة لكن احلم دائما بيهم واحلم بالجن. فقررت اروح واتكلم الشخص عن الموضوع بلكي يقدر يساعدني. رحت الشيخ وحكيت له، قلت له أنا صار وياي كذا وكذا بالصحراء برمضان وكذا وكذا حدث. رجع علي وقال هسه شنو اللي جاي يصير؟ قلت له أحلام. فبدأ يقول لي استعين برب العالمين وقل له يا رب اصرفهم عني، ترى بالحالتين أنت ما يصير تتعامل وياهم وهذه بعدين تصير فتنة وتنفتن، أكو هواي أشياء أنت ما تعرف به. وبما أنه هاني ملتزم دينيا وأكيد ما راح أسوي أخطاء اتطقست هواي عن الموضوع، فعرفت انه انا ما يصير اتعامل وياهم تعامل مباشر، يعني حتى اذا هم كانوا اصدقاء لي الامر صعب جدا، عقلكم انتم ما راح يتخيله وبيكم هسه راح يرفض راح يقول لا شلون هم جو عرضوا الصداقة. لا الصداقة ويا الجن تختلف، لان الجن بيهم طبع ينقلون اخبار ينقلون اسرار حتى اذا كانوا من الجن المسلم. تخيل انت هسه صديق عزيز عليك
ويريد منك فد حاجة معينة ويظل يلح تسوي اللي هي أكيد راح تسويه. الجن كذلك، لأن الجن ما معصومين، الجن خطائين حالهم حال البشر، ويقول أنا ما كنت أعرف شنو اللي حدث بذاك الوقت، لكن أعرف أنه أنا صليت ويا جن وحبوا يصيرون أصدقائي بعد ما قمت أصلي الرب العالمين وأدعي إليه أنه الأمر ذا بيه خير إلي يخليه، أو يروحون يعني مثل صلاة الاستخارة بكل مرة أشوفهم يخفون وتخف أحلامهم، وفجأة اختفوا من حياتي من فضولي. ورا فترة رحت صليت وما شعرت بأي شيء، والمسجد لحد هذه اللحظة موجود بداخل الصحراء. يوم اللي تشوفه راح تعرف المكان شقد مرعب. تخيل بناية بداخل الصحراء مفتوحة وحدها موجودة، هذا المسجد موجود بالصحراء مثل ما هو يقول، وهذا الموقف اللي حدث له. ولهنا أنا وتنتهي قصتنا اليوم. إذا عجبتكم ادعموني بلايك، اشتركوا لي بالقناة، فعلوا زر الجرس، وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.